بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شوفوا توا هنا المكيف اللي هو السخون، هنا اللي هو السخون هذايا فيه، شوفوا هنا الجعبة الكبيرة والصغيرة، يعني الخشينة هذه تدخل الماء والصغيرة تخرج الماء. علاش خشينة تدخل الماء والصغيرة باش يبقى الماء في وسط الرادياتر يعني أقصى مدة ممكنة باش ما يخرجش بسرعة، يضيقوا فيه باش يبقى يعني موجود في وسط الرادياتر، وسط الرادياتر بتاع نتاع الشوفاج. هذه الرادياتر نتاع كيماتيزر يسكر على هذه الجملة، وقت يحب يخدم يخدم على الكيماتيزر. هذه نتاع المكيف نبارد في الصيف، وهذه في الشتاء. شفت الطريقة كيفاش اللي هي واحد خشين واحد جويد، علاش باش تبقى أطول مدة ممكن الماء سخون في وسط السيارة ما يخرجش بسرعة كما هذا. كان ينجموا يعملوه بالعكس، يولي ما عادش يعطي تبريد. وأحيانا ما تلقاش نفس الموديل في السيارات الأخرى، أحيانا تلقى جعبتين نفس الكبر، هذوما الخرطيم الاثنين نفس الكبر، وفما اللي تلقاه كبير وصغير. كيما هنا حتى نتاع الغاز هذا كيف كيف، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، اللي يدخل الغاز باش يبرد السيارة بمكيف، والأخر اللي يخرج واحدة صغيرة. هذايا زاد الراديتير نتاع الشوفاج، هو تو باش نوريكم كيف يتنحى الراديتير نتاع الشوفاج نتاع الميغان. هذايا هل عليه نحي هذوما الكراف هذه وهذه باش يجبدوا الوحدة شوية. هاد الكراف نحيهم تو. هذه شفتوها، هذه هي عبارة على كراف تجبدها، شفتوها تركب هكا تجبدها ما فيها شيء، تجبدها بالترنيبيس تجبدها بسهولة تامة. نجبدها هاني في الترنيبيس دزها هذيك هذه أقراف تتنحى سهلة مش صعبة. ها هذه أقراف، وهذه كيف كيف زاد أقراف نحي. هذه كيف كيف فوقانية وطنية كيف كيف زاد تخرج بالأقراف. نحو هذا من المكان، نجدوه هكا كم مكان، وهذه كيف كيف نجدوه من المكان. نجبدو شوي الفوق باش نبعدو شوي الفوق باش يوسع. من هنا تجبد ومن هنا تجبد من مكان، نبعدوهم هكا شوي إذا كان عندنا ساعة خطر السيارة، هذا مش راكب في السيارة خطر على برا، ونحلوا الراديتر بتاعنا. النقطه نتاعها كيش نحى هذا الريتر، شفتوا هذا الريتر نتاع الميكان كيش يخرج، شفتوا هذا الريتر نتاع الميكان شفتوا كيش يخرج من هنا بسهوله تامه، يعني كاعتين فيه شادينه ويخرج. طبعا اللي تبدا يراكب السياره لازم احيانا يستحق اللي ينحي البيدال او حاجه الحاصل، المهم هذا كيفاش يركب كيفاش يتنحى. تو الحركه هذه نتاع السخون والبرد باش نوريها لكم من هنا، باش دور لي من هنا عليا انت السخون والبرد. هذيك رجعها تو هذيك سنن تو باش ندورو السخون والبرد. شوفوا شناش تصير هنا، فما كيك اللي كيدور علي دورتها هذيك جيت البرد. نجيو هنا وانت تمشي هي الكابل يمشي 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 حتى اللي يجي يحضر الراديتير نتاع الماء دورا. شفتوا شو يعمل؟ يحل يفتح السخون على البرد، دور على الاخر زيد دور. ايوا رجع العكس، هذايا اللي باش يقلب سخون وبرد، لان الراديتير نتاع الشوفاج اللي هو الراديتير نتاع السخون هذا اللي هو موجود قدامنا، والبرد من جهه اخرى. هذه سخون وبرد، هذه وريتها لكم كيفاش تخدم، هذه سخون والبرد كيفاش تحل وتسكر. تو باش نشوف هنا اللي فوق اللوطا وجنب كل هذه هنا، كي احنا ندوروا من هنا شنو يتحرك دور عليه. شوف دور دور كامل دور زيد دور، شفتوا شنو اللي يفتح وشنو اللي يسكر. عاود شفت هنا توا عاود رجع خليك هكا محلول. هنا هي مفتوحه هذه هنا شكولي تعمل للوجه، هنا ماشي للوجه شفتوهم، هنا ماشي للوجه بالطريقه هذه. شفت الوجه هذا ماشي لوجه الانسان اللي هو باش يمشي يخرج منه اليمين ويسار. هذا اللي في الوسط تسكر توا، هذا اللي في الوسط هذا اللي باش يعطي للبرابيز اللي هو يعطي للبلار الامامي
باش ينفخ عليه ويشيحك الضباب اللي فيه. شفتوه هنا هذا يطلع لفوق، سكر على جناب، كي يطلع لفوق سكر على جناب. شفتوه هنا عاود نعملها، شفتوه هنا شفتوه توا حل الجناب اللي هما يمين ويسار، وتوا باش يسكر الجناب ويفتح الفوق اللي هو للبربي. شفت العمليه كيف تصير؟ هي عباره على بابيون، عباره على كل قطعه نتاع الفراشه اللي هي تفتح وتسكر. هذا قلنا تو يدخل الهواء للبرابيز الفوق، ومن هنا يقلب يرجع للبني ادم، للناس اللي يعني اللي راكب جنب السائق ولا في ولا هنا في ولا الامام. نجيو لهنا للرجلين، هنا شفتوا هذه رجلين، باش نهبطوا للرجلين. هذه رجلين، شوف رجلين، رجلين هبط شطر بشطر، ريتو هنا ما سكرش على الكل، هبط شطر شويه، خلى نص للرجلين وخلى نص للوجه، ديما الوسط مسكر تو اللي هو جهه البلار. نجيو هنا للرجلين صافي، هنا للرجلين صافي، ندوروا هنا رجلين صافي، شوف رجلين صافي، هذاك سكر على الكل وخلى كان رجلين برك، شفتوه حل على الكل خلى كان رجلين برك فقط. هنا باش يعطيه هواء سخون للكل، هنا شفتوه هنا هواء سخون للكل، شفتوه كلهم يعني محلولين شوي شوي. ها هذا سخون هنا، هذا سخون هنا، هذا شوي سخون هنا محلو، شفتوه مفتوح، هذا شوي مفتوح، يعني اعطاهم كلنا شوي سخون، كلهم انا يعني يقول لك وجه الساقين. هنا سخون صافي اللي هي نتاع البرابيز، شفتوها هذه نتاع البلار اللي هي نتاع القزاز الامامي، نتاع المرش الامامي، هذه اللي في النص، هذه تعطي القزاز الامامي. العمليه مفهومه في الفوق والوط. نجيو هنا للقطعه هذه اللي هي باش تعطينا نوع اخر من هنا، هذه شفتوها من هنا، هاي هذه اللي هي باش تعطي تفتح الهواء اللي جاي من المروحه. شفتوها هنا المروحه، هذه شفتوها هنا، شوف افتح يعني سكر مغير، شفتوه هنا خلي مسكر، شفتوه هنا تو مسكر. هذه المروحه اللي باش تجبد من الشارع، هذه باش تجبد من الهواء من الشارع خارج السياره، هذه تجبد من خارج السياره تو مسكره، افتح يا علي تو شفتوه هنا يولي شو يعمل هنا، يولي الموتور نتاع المروحه يجبد الهواء من الخارج ويفرق على الـ على الـ على الـ المكيف الكل، على الكركاس هذه كلها. شفتوه عاود سكر، شفتوا هنا كي سكر سكر سكر، شفتوا هنا توا ما عادش يدخل حتى شيء من برا، كلها مسكره والمروحه واقفه. طبعا هذا مكان المروحه، تو كي نفتحوا من هنا، شوف افتح علي لو شفتها كي تحل عاود، شفتها هذيك تفتح للمروحه باش تسكر على الهواء البراني، تخلي كان دخلاني فقط تو هنا تفتح للكل حل. هذه العمليه تصير في عمليه التكييف الخارجي وكيفاش يدخل السياره وسط السياره. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.